عقوبه الظلم بين الابناء ان الابن اللي كنت بتفضله هيبقى اقسى واحد، انك ربيته على النفعيه والمصلحه والانانيه. عقوبه الظلم ان اللي فضلته واديته اكتر من حقه لازم تيجي العقوبه منه، وان لازم مش هيلتف حواليك الا اللي جمعك بيهم الايمان. فكانت زوجته رحمه تعينه على حاله وتصلحه، وكان صديقاه يعودانه ويصلحانه. واشتد البلاء بأيوب كما يحكي رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم 18 سنة. ثمانية عشرة سنة، 10 سنة وأيوب عليه السلام يتألم يتوجع. انت مش متخيل يعني ايه 18 سنة، انت مش متخيل يعني ايه 18 سنة وجع، ألم، مرض، شدة، بأس. والشيطان الرجيم عايزه يكره ربنا، عايزه ما يقولش الحمد لله، عايزه ما يذكرش رب العالمين، عايزه ييأس من روح الله. شفت؟ انت عيان بس عشان كده، انت عيان بس علشان الامتحان، هتقول الحمد لله ولا لا؟ يا رب اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. والمرض ده خير ربنا اراده لك، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كل المطلوب منك في المرض ده ان انت بقك يوحد الله. يا جماعه سيبوا المريض يعيط، سيبوا المريض يقول اه، سيبوا المريض يمتنع عن الاكل. قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فان الله يطعمهم ويسقيهم. مش بالعافيه، بالحنيه، بالطبطب، بذكر الله عز وجل، بالانس. المريض في كثير من الأحيان محتاج ناس حواليه، لدرجة أن رب العالمين يعاتب من لم يزره فيقول يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو زرته لوجدتني عنده؟ ربنا يقول مرضت فلم تعودني، ربنا يقول مرضت فلم تعودني. رب العزة عز وجل يعاتب يوم القيامة، اليوم الرهيب ده، اليوم المهيب، ربنا سبحانه وتعالى يقول في اليوم ده فلان كان عيان ما رحتش تزوره ليه؟ يا أحباب عيادة المرضى في غاية الوجوب، لأنها إحياء لهم وإحياء للأمل وإحياء لمناعتهم وإحياء لمعنوياتهم وإحياء لأرواحهم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. المريض محتاج للناس. قال النبي عليه السلام عائد المريض في مخرفة الجنة. لما تروح للمريض ربنا هيجعل لك زي المسافة اللي مشيتها لعيادة المريض مخرفة، يعني إيه؟ زي تكعيبة العنب كده، يبقى تقدر تخرف وتقطف من ثمار الجنة ما شئت. وقال عليه السلام وخضتم في الرحمة خوضا، اللي يروح يزور مريض يبقى الرحمة زي ما تكون مغرقاه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. سمعت عن حد عيان تزوره وتنقطه؟ تنقطه دي بلغة المصريين معناها تكرمه بالمال، تكرمه بالمال. سمعت عن حد عيان؟ اقف معاه سنده، هو محتاج، محتاج انه يشوفك، محتاج، محتاج حضنك، محتاج عطائك، محتاج زيارتك، محتاج هديتك، محتاج تخفف عنه. لو انت عندك مريض وانت مالك لبيت اقف عنه شهر، لو موظف عندك كرمه بشهر، لو جارك
أطعمه، ضاعف طعام البيت وأكله، من واسى مصابا كان له مثل أجره، من عزى مصابا كان له مثل أجره. كأن أنت اللي عيان وحمدت ربنا وربنا شفاك. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقفوا مع الناس وفكروهم بأن البلاء ده من عند الله سبحانه وتعالى.